بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس في مكون الصرف التحويل الوحدة السابعة الأسبوع الثاني. عنوان الدرس المصدر الثلاثي وغير الثلاثي. الهدف من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف التالية: القدرة على تعرف المصدر من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي وتمييزه وصياغته واستعماله في وضعيات لغوية أخرى وتوظيفه في التعبير والتواصل. الآن ننطلق من الجدول التالي الذي يتضمن مجموعة من الأمثلة لنتعرف كيف تتم صياغة المصدر من الفعل الثلاثي. لدينا المجموعة الأولى تضم فعل هرم، صمد، صعب وفصح. هذه الأفعال كلها ثلاثية، عدد أحرفها ثلاثة، وهذه الأفعال كذلك لازمة. لماذا؟ لأنها تكتفي فقط برفع الفاعل. أقول هرم الرجل، صمد الفريق، وصعب الأمر، إلى غير ذلك. الآن هي أفعال لازمة، قلنا لأنها تكتفي فقط برفع الفاعل. الآن نلاحظ هرم على وزن فاعل. نقوم هنا بإبدال حرف الهاء بالفاء، ونبدل حرف الراء بالعين، وحرف الميم باللام، فنحصل على فاعل. ما هو المصدر منه؟ هرم على وزن فاعل. كذلك أبدلنا الهاء بحرف الفاء مفتوحة، والراء بحرف العين مفتوحة، ثم الميم بحرف اللام مضمومة، فاعل. نلاحظ الآن السطر الموجود في اللون الأخضر، صمد على وزن فاعل، مصدره صمود على وزن فعول. الآن نلاحظ السطر الأزرق، صعوبة على وزن فاعل، صعوبة، وهو المصدر صعوبة على وزن فعولة. فصح على وزن فاعل، مصدره فصاحة على وزن فعالة. ننتقل إلى المجموعة الثانية، يعني المجموعة باء، تضم الأفعال التالية: سمع، ملأ، رفع. كل هذه الأفعال ثلاثية، إلا أن سمع فعل متعد. نقول سمع الولد الصوت، وملأ الرجل أو الفلاح الجرة ماء، ملأ الجرة، ورفع الجندي العلم. إنها أفعال متعدية لأنها تعدت رفع الفاعل إلى المفعول به. الآن نلاحظ فعل سمع على وزن ماذا؟ فعيل. أبدلنا السين بالفاء والميم بالعين، و حرف العين هنا أبدلناه باللام، فاعل. المصدر هو سمع على وزن فاعل. الآن نلاحظ هنا السطر الموجود فيه فعل ملأ، هذا السطر وزنه فاعل، ملء على وزن فاعل، المصدر هو ملء ووزنه فاعل. في الأخير رافع على وزن فاعل، المصدر منه رفع، ومصدره أو وزن المصدر هو فاعل. استنتاج: فيما اتفقت أفعال المجموعة ألف، يعني هارم، صمد، صعب، فصوح، إنها أفعال ثلاثية لازمة. هل اتفقت في وزن الفعل؟ لا، اختلفت: فعل، 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 فعل. الآن أوزان المصادر مختلفة كذلك: فعل، هرم، فعل، فعول، فعولة، وفعالة. نلاحظ الآن المجموعة باء، فيما اتفقت أفعال المجموعة باء وفيما اختلفت. نلاحظ أنها ثلاثية متعدية،
نلاحظ على أنها اتفقت في ماذا؟ عندنا سامع ملأ ورفع، هل اتفقت في الوزن؟ لا، فاعل فعل فعل. في ماذا اتفقت؟ اتفقت في وزن المصدر، فاعل فاعل فاعل. إذا كان الفعل ثلاثيا متعديا فإن وزن مصدره يأتي على وزن فاعل. مصادر الفعل غير الثلاثي، الآن نلاحظ الجدول التالي. كذلك لدينا هذا الجدول يتكون من مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم الأفعال التالية: أكرم، تأمل، بجل، دحرج، وامتلأ. ما هو نوع هذا الفعل؟ أكرم، إنه غير ثلاثي. كذلك تأمل، بجل، دحرج، امتلأ، أفعال غير ثلاثية. هل هي أفعال صحيحة أم معتلة؟ إنها أفعال صحيحة، ليس فيها حرف علة. الآن نلاحظ وزن الفعل، أكرم على وزن أفعل. الهمزة هنا هو حرف زيادة، والمصدر منه هو إكرام. أفعل المصدر منه إكرام على وزن إفعال. وتأمل تفعل، المصدر تأمل والمصدر هو تفاعل تفاعل. بجل فعل على وزن فعل، المصدر منه تبجيل ووزن المصدر تفعيل. دحرج فعل رباعي على وزن فعلل، المصدر منه دحرجة على وزن فعللة. امتلأ فعل غير ثلاثي صحيح، وزنه افتعل، مصدره امتلاء، امتلأ امتلاء، ووزن مصدره افتعال. الآن لدينا فعل استخرج، كذلك غير ثلاثي، ووزنه هو استفعل، استخرج، استفعل، المصدر هو استخراج على وزن استفعال، استخراج، استفعال. الآن نلاحظ المجموعة الأخيرة، المجموعة باء، تضم الأفعال التالية: قاوم، أمضى، أقام. هل هذه الأفعال ثلاثية؟ لا، إنها أفعال غير ثلاثية. هل هي أفعال صحيحة؟ لا، إنها أفعال معتلة. قاوم أصلها قوم، من الثلاثي، حرف الموجود هنا هو حرف زيادة. أمضى الأصل هو مضى، وآخر حرف علة. وأقام أصلها قام. الآن نلاحظ هذه الأفعال غير ثلاثية معتلة. إذن قاوم على وزن فاعل، المصدر منه مقاومة على وزن مفاعلة. وأمضى على وزن أفعل، المصدر منه تمضية على وزن تفعيلة. الآن فعل أقام على وزن أفعل، والمصدر منه إقامة على وزن إفعالة. استنتاج: فعل المجموعة الأولى جاءت أوزان الأفعال، إذا كان وزن الفعل أفعل فإن المصدر منه يأتي على وزن إفعال. تفعل المصدر منه تفاعل. فعل على وزن تفعيل. مثلا عندنا رمم ترميم، فعلل دحرج دحرجة، افتعل على وزن افتعال، واستفعل على وزن المصدر منه
استفعال. إذا كان الفعل على وزن استفعل مثلا استقبل استقبال. الآن أفعال المجموعة الثانية، يعني أفعال معتلة غير الثلاثية. فاعل المصدر منه مفاعلة، وأفعل على وزن تفعيلة، كذلك أفعل على وزن إفعالة. القاعدة: يجيء المصدر من الفعل الثلاثي اللازم قياسا على وزن فعل إذا كان الفعل على وزن فاعل، ويجيء على وزن فعول إذا كان الفعل على وزن فعل، ويجيء على وزن فعوله وفعاله إذا كان الفعل على وزن فعول، ويأتي المصدر من الفعل الثلاثي المتعد قياسا على وزن فعل، مثلا ضرب ضرب. مصادر الأفعال غير الثلاثية قياسية، من أوزانها إفعال، تفعيل، مفاعل إلى غير دليل كما ذكرنا سابقا. الآن أنجز التمرين التالي على دفترك. لدينا مجموعة من الأفعال: هي جمع، فهم، هدم، انتشر. ما هو وزن هذه الأفعال هنا؟ ما مصدرها؟ وما وزن المصدر؟ ما وزن كل مصدر؟ مثلا إذا خدينا هرب وزنه فاعل، هروب على وزن فعول. هنا أثناء الإنجاز قم بتوقيف الفيديو، أجز التمرين وستجد الجواب في الشريحة الموالية. التصحيح: جمع على وزن فاعل، مصدره جمع، وزن مصدره فعل. فهم فاعل، فهم وزنه فعل، المصدر فهم على وزن فعل. هدم فعل هو وزنه، وتهديم هو مصدره، وتفعيل هو وزن المصدر. انتشر على وزن افتعل، مصدره انتشار، ووزن مصدره افتعال. شكرا على تتبعكم.